السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية علواد لنقف على الأشغال نتاع الممر السفلي ما يسمى بالتريمي الذي يقع على المخرج الشرقي لمدينة الواد، واللي هذا المشروع على حسب الصور انتهت الأشغال به وسوف يوضع حيز الخدمة في الأيام القليلة القادمة. وهذا الممر السفلي هو جزء من محول تاع الطريق الاجتنابي تاع مدينة الواد. إذا هذا هو المشروع، يعني فيه عدة فروع يدخل في إطار تطوير الشبكة تاع المرور بين البلدية تاع ولاية الواد. إذا نترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.